ومع اخبارنا الرياضيه، وربنا ما يقطع لمنتخب مصر عادي ابدا ابدا، والتفاصيل مع مراسلتنا يا فرحه ما تمت. لقد وقعنا في الفخ، هذا ما قاله بوب برادلي مدرب منتخب مصر السابق بعد الهزيمه من غانا 6-1. بالشفا، اما احنا مش هنفقد الامل في تاهل لكاس العالم يوما ما. كانت معكم يا فرحه ما تمت، عودا لفزاع السوداني، وبنصلي فزاع يرجع بالسلامه.